ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم المقبلة وأمم آسيا، وفي المرحلة الثانية قاد المهاجم السعودي محمد السهلاوي منتخب بلاده لفوز عريض على تيمور الشرقية بعشرة أهداف، سجل نصفها السهلاوي على شوطي اللقاء، وبهذا يرفع الأخضر رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الأولى بفارق 6 نقاط عن الإمارات. أما البحرين فخسرت بهدفين أمام كوريا الشمالية لتصبح المهمة شبه مستحيلة بالتأهل إلى الدور المقبل. أما في باقي المباريات فقطر تواجه بوتان، الإمارات أمام ماليزيا، تركمانستان تضيف عمان، والأردن ضيفا على قرغستان، اليمن أمام أوزبكستان.